يقول: عندنا في القرية مبنى من الطين يسمى بالشيخ عيسى أبو سمرة، يأتي إليه بعض الناس بالنذر مثل الشموع، يعني إذا نجح الولد أو شفي المريض. يقول الأهل: يا شيخ عيسى، لو نجح الولد لك دستة شمع. ويأتي بعض الزائرين لهذا المكان ببعض التراب منه يحمله ويضعه في منزله من باب التبرك، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه شرك أكبر، لأنه استغاثة بالأموات وتبرك بالأضرحة تعلق بها، فهو شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وصرف للنذور لغير الله عز وجل. والعبادات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.